النهاردة معانا العرعر. العرعر ده يا جماعة كنز المريض السكري، بيعالج السكر والضغط والكوليسترول. هنعمل منه مشروب، هناخده قبل الغداء، هيظبط لنا مستويات السكر في الدم ويعمل على استقراره. لو عندك تنميل او واخز او حرقان في ايديك او في رجليك، كل ده هيتعالج بالدهان بتاع العرعر برضو ده. طب ما تيجي بينا نشوف ايه العرعر ده وازاي نستخدمه وايه فوائده. النهارده معانا بشرة لمرضى السكر، بذور خارقه، بذور بتخفض مستويات السكر في الدم، وهتقولي بيها ادواء يعني هتودعي بيها ادويه السكر والضغط، وبتعمل كمان على استقرار السكر في الدم. طب ايه هي البذور دي وكيفيه استخدامها؟ هقول لك عليها. ما تنسوش بس تعملوا لايك ومتابعه لقناه الوصفه السحريه على اليوتيوب، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد. اللي معانا النهارده هي بذور العرعر. يا جماعه دي بذور العرعر، دي بتشتريها من عند اي عطار، تقولي له محتاجه بذور العرعر. ليه بقى بذور العرعر؟ بذور العرعر بتعمل على علاج السكر وتظبيط مستوياته. مش بس كده، لا ده بتحمي مرضى الضغط من ارتفاعه. دي البذور دي. دلوقتي هنعمل منها حاجتين، مشروب هنشربه قبل الغداء هيظبط لك السكر والضغط، مشروب تاني او مش مشروب بقى، هو دهان موضعي بيعالج التهاب. زي ما انتوا شايفين اهو 3 حبات هننزل عليهم بميه سخنه. بس المية السخنة دي هنسيبها نغطيها لمدة حوالي 5 دقايق، هنغطيها بأي طبق عندنا حوالي 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هنشيل ال3 حبوب دول، نصفيهم ونرميهم ونشرب المية. امتى بتتشرب بالظبط؟ المشروب ده بيتاخد قبل الغدا لو السكر أقل من 200. طيب لو سكرك بقى بيعدي اكتر من 200، هتعملي كوب زيه كمان بيتاخد قبل الفطار. يبقى كده حسب سكرك بيرفع لمدة قد ايه، بيرفع قد ايه. لو بيرفع، لو سكرك بيعلى اقل بس ما بيوصلش 250 300، خدي مرة واحدة بس قبل الغدا بنص ساعة. المية يا جماعة البذور بتترمي. طيب سكرك بيزيد عن ال200، يعني بيوصل مثلا ل 350 250 300، الارقام دي هتضطر تشربي واحده كمان، بس دي بتتاخد قبل الفطار تمام بنص ساعه برضه. طيب دي اول حاجه اللي هي المشروب. تاني حاجه هنعملها ايه؟ هنعمل معانا الدهان، عايزين نعمل دهان من العرق. الدهان ده وظيفته ان هو بيعالج التنميل، الحرقان، الوغز اللي بيحصل في الاطراف. هتجيب العرعر لو انت شايفه وهتطحنيه، بعد ما تطحنيه هتجيبي بودرته وتضيفي عليها زيت من الزيوت الحلوه جدا لمرضى السكر اللي هو زيت الزيتون. بصي هتضيفي بودرته بقى، بودرته ديت شبه النسكافيه اصلا لما تتعمل تمام. انا بعمل كميه صغيره، لو انت عايزه تكتري ممكن تضعف الكمية. ومعاكي زيت الزيتون اهوت البكر، تقومي جايبة غطا كده حاطة عليه زي ما انت شايفة وتقلبي. يبقى خلصنا كده. بصي هتبدأي بقى تقلبي الدهان ده، بتدهني بيه اي منطقة محتاجة تعالج منها تنميل، وغز، حرقان، اي حاجة عندك هتعالجيها. يبقى عملنا من العرعر حاجتين، مشروب هيخش جسمك هيظبط لك السكر في الدم ويحرقه ويظبط لك الضغط، عملنا دهان للناس اللي عندها تنميل او حرقان او وغز. طيب دلوقتي في مشكلة تانية. مشكلة ايه؟ مشكلة الناس اللي ضغطهم عالي مع مرضى السكر وبياخدوا ادويه سكر فيها انسولين، هل العرعر فيه انسولين طبيعي؟ تعالوا بقى بينا نشوف ايه الفوائد. كده عملنا الطريقه وقلنا بيتاخد امتى. ايه بقى فوائد الحبوب او البذور اللي معانا بذور العرعر دي؟
بذور العرعر ده يا جماعة هي كنز لأي مريض عنده سكر وضغط. ليه؟ لأنها فيها مواد شبيهة بالإنسولين، بتظبط السكر في الدم، بتحميكي من الجلطات. تاني حاجة الإنسولين اللي فيها طبيعي، يعني لو سكرك زاد بتتحكم في مستويات السكر في الدم. تاني حاجة هي فيها مواد مضرة للبول. ايه أهمية اضرار البول اللي هي تعمله؟ أضرار البول اللي هتعمله هينتج عنه ضغطك هينخفض، السوائل المحتبسة في الدم هتقل، فبالتالي دنيتك من حيث الضغط مظبوطة، سكرك مظبوط. العرعر يا جماعة فيه مضادات أكسدة، مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه بتحافظ على المناعة، فمناعتك بتبقى قوية، مش أي شوية التهابات كده أو حاجة يأثروا فيك. لا بفضل الله الوصفة دي عالمية، الطريقة كويسة جدا، يعني في الناس اللي خدوها والناس اللي شكروا فيها في بذور العرعر كتير جدا جدا وقالوا أهميتها. طيب انت بقى عندك مثلا كوليسترول دهون ثلاثية عالية، هل العرعر مفيد ليها؟ لانه بيقلل الكوليسترول والدهون الضارة وبيزود الدهون النافعة، فبالتالي بيحرق الدهون الضارة في الدم، فبالتالي بيحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بيحافظ من وجود جلطات، بيحافظ من مشاكل كتيرة جدا جدا في القلب والأوعية الدموية. بالنسبة بقى للمريض السكري مشكلته كمان في الجهاز الهضمي بتاعه، في مشاكل، في إسهال وفي إمساك. المادة الكويسة اللي موجودة في العرعر هي بتحول السموم والمواد اللي موجودة في الدم أو موجودة في الأمعاء كمان لبراز، ينزل في يعني مواد سامة تنزل في البراز، مواد تنزل في البول، فبالتالي مفيد جدا جدا مثلا عندهم إمساك وإسهال. العرعر كنز لأي حد زي ما أنا قلت عنده نوع تاني من مرض السكر. العرعر بيعمل على حماية الأوعية الدموية من التلف، وبالتالي لو عندك تنميل، التنميل ده فكرته ان فيه فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 قل او مش موجود، فهو موجود في الايه، في بذور العرعر. في حاجه كمان موجوده، الدهان. الدهان ده ما ننساهوش، بيديه مره واحده في اليوم، انما المشروب زي ما احنا قلنا اهو بيتاخد حسب كمية السكر بتعلى عندك قد ايه، هل هي بتعلى 200 واقل من 200 ولا بتعلى اكتر من 200، فكل ده بيتوقف على كمية السكر عندك بتزيد قد ايه، وعايزة تحكمها عشان ما تدخلكيش في مشاكل كتير. دي كانت اخر الفيديو وطريقة العرعر واهمية العرعر. لو استفدتوا اعملوا لعبات الاعصاب الطرفية ويعالج التنميل والمشاكل اللي لها علاقة بالسكر اللي هي مضاعفات السكر. اول حاجة هنعمل مع بعض عشان ما اطولش عليكم، هنعمل المشروب اللي هناخده قبل الغداء. هنجيب بالظبط 3 حبات من العرعر اهم، هما 3 حبات ما بنكترش مشروب، يعني الكمية دي هتقضيكي وقت طويل جدا.